فايز. احترامي سيدي. الحقني الى مكتبي. حاضر سيدي. شوف يا ابو فايز، انا اليوم بعد الظهر نازل بمشوار ضروري على العاصمه، وبدي منك تدير بالك على المخفر بغيابي. ولا يهمكم سيدي ولا يهمكم. ليش في بالعاده مقصر؟ يعني ما بدي ولا عنصر ينزل قبل ما ينتهي الدوام، مو اذا غاب القط العب يا فار. لا 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 سيدي ولو، معقوله يعني؟ وبدي منك كمان تيجي بعد الظهر تعمل كبسه على العناصر المناوبه حتى ما يفركوها ويهربوا. ليش رح تتاخروا لبعد الظهر سيدنا؟ والله ما بعرف، يمكن نتأخر، يعني على هوا ما يخلص الاجتماع. ليش عنكم اجتماع سيدي؟ اي نعم، اجتماع لكل الضباط مع رئيس المخافر والدوريات الجديد. عم بيقولوا يا سيدي انه شديد كتير وما عنده يا امي ارحميني. يا ترى مزبوط هالشي؟ ايه والله مزبوط، وانا سمعت عنه نفس الكلام. على هوا ما سمعت يا سيدي، قال ناوي يعمل تعزيلة مرتبة. تعزيلة شو؟ يعني حملة تغييرات مرتبة بكل السلك تبعنا. شو علي؟ يا ريت، أحسن وأحسنين. أصلاً نحن من زمان لازمنا معلم مثل أبو سامي، بركي بيرجع لنا هيبتنا شوي. ليش شو بها هيبتنا سيدي؟ شو بها هيبتنا؟ ما بها شي، مثل الليرة. بدك شي من العاصمة؟ سيدي عفواً، ممكن تجيب لنا معك كيلين كنافة حلوان الشرط اللي ربحناه منكم بلعبة الطاولة أول مبارح، إذا ما فيها سئلة. لا حبيبي فيها سئلة، بعدين الكنافة بتضرك. شو نسيان انه معك سكر انت؟ لا سيدي ماني نسيان، بس عم يقولوا انه صار في بالعاصمة كنافة دايت. هو اذا بدنا نلحق الدايت كل شيء بالعاصمة صار دايت، ولك المسؤولين صاروا دايت، ولك النسوان صاروا دايت. تحريشة. الله معكم سيدي، الله معكم. كيلاني. نعم سيدي. جاهز السيارة برا؟ جاهز سيدي، كل شيء معي. لشو طلبتكن اليوم يا شباب؟ منشان تتعرفوا علي وتاخدوا فكرة عني وعن اسلوبي بالشغل. انا ابو سامي، ويلي ما بيعرفني يروح يسأل عني منيح، لانه كل انسان له صيت ومسموعيات، وانا اشتهرت بين الجميع انه ممكن اتهاون بكل شيء الا بشغلة وحدة مو ممكن اتهاون فيها. تعرفوا شو هي؟ الانضباط والالتزام بالقوانين. وللعلم انا قبل ما اجي لهون كنت مستلم فرقة العناكب، ويا ريت تسألوا زملائكم بفرقة العناكب عني. على سبيل المثال، اذا مر ضابط زورت بدنيا امام ضابط زورت بعليا وما اداله التحية العسكرية النظامية كانت زجه بالسجن 16 يوم. ويا ما رفقاتكم بفرقة العناكب أكلين مني 16 و17 لحتى شبعانين. وطبعا القيادة ما جابتني لهون إلا لحتى مشي الإدارة على الصراط المستقيم وأضبط فيها الأمور ورجع لمعناها الحقيقي. يعني أنا ما جابوني لهون لسواد عيوني أو لحتى يشوفوا طولي وعرضي. سيدنا نحن واثقين أنكم قد هالمهمة وقدود. شكرا. وطبعا أنتم ملاحظين أنه بريقنا بالفترة الأخيرة خف شوي، وصورتنا قدام الناس غبشت وعلاها الغبار، ولهالسبب نحن هلأ بدنا نرجع ثقة الناس فينا وندعم صورتنا عند المتشككين. عفوا، شو الطريقة اللي رح تستعملوها سيدي؟ الطريقة بسيطة جدا وفارضة نفسها، ألا وهي تطبيق القانون على الجميع وبلا استثناء، على الغني قبل الفقير، وعلى الكبير قبل الصغير، وعلى المسنود قبل المعتر، وعلى صاحب النفوذ والسلطان قبل المقطوع من شجرة، وعلى القوي قبل الضعيف. ولازم نحط بين عيوننا انه ما حدا فوق القانون مهما علت رتبته ومهما كان وضعه، والقانون فوق الجميع. واضح هالكلام؟ واضح سيدي. طبعا. ويلي بتمناه منكم انكم تتقيدوا بالتعليمات وتنفذوها بحذافيرة، وما بدي حدا منكم يتردد أو يخاف مهما صار عليه ضغوطات. وإذا صار على واحد منكم ضغوطات لا سمح الله، ما عليه إلا يشيل التليفون ويتصل فيني فورا وأنا راح أتصرف. هذا كل شي عندي. تفضلوا هلا على شغلكم. Thank you.
يعني القانون بده ينطبق على الجميع من دون استثناء، على الغني قبل الفقير، على ابن الجاه وصاحب العزوة والنفوذ قبل الدرويش والفقير، على القوي قبل الضعيف، على الكبير قبل الصغير، على المدعوم والمسنود قبل المقطوع من شجرة. ولازم نحط بين عيوننا كلنا انه ما حدا فوق القانون مهما عليت مراتبه ومهما كان وضعه. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم سيدي. عظيم جدا، صرفوا على اشغالكم. شو بايسان؟ فهمت لي شيء من كل هالحكي؟ لك يا سيدي لا تدقق، هذا الحكي حفظناه على الغايب، راح يطلع من مناخيرنا. شو قصدك؟ قصدي كل ما بيجي مسؤول جديد لعنا بيتشدد له كم يوم وبيشدد علينا وبعدين بتفرط المسبحه. بس والله يا ابو هيثم الهيئه هالمره غير شكل. يا سيدي ان شاء الله تكون غير شكل. شو بنزعل يعني؟ لا والله ما بنزعل. الو الو، ايه المغفر معك؟ علي صوتك يا ابني ما عم بسمعك. الو شو عم تقول؟ شاب مستهتر عم يشفك بالسياره يقوس على الناس؟ وين هذا الحكي يا ابني؟ وين؟ وين؟ الساحة العامة. ايه طيب طيب. شو عم تقول؟ مثل ما عم قلكم سيدنا، شاب مستهتر عم يعربد ويقوس على الناس وعم يشفت بالسيارة كمان. لا أنا شو الحكيات؟ ليك الأزعر ليك، وين فكره عايشين نحن في شيكاغو؟ ماشي الحال. اسمعي يا أبو هيثم، فورا بتاخذ سيارتين وعشر عناصر مدججين بالسلاح الكامل وبوشك على الضاحيه وبتشحطوا لي هالشب شحط لهون على ملات وشو. يعني نشحطه بالسياره سيدنا؟ ولك شو بالسياره يا بني ادم؟ يخرب بيتك وبيت بيتك، منين بتجيب هالافكار المعتاده انت؟ بتكلب شو بتجيبوه لعندي موجودا؟ حاضر سيدي. اسمع قديش الساعه معك هلا؟ الساعة 12 سيدي. عظيم كتير. الساعة 3 بدي هالشاب هاد هون بمكتبي. هي حسبت لك ساعة روحة وساعة جاية وساعة هنيك، بتأديكم ساعة هنيك؟ بتأدي وزيادة سيدي، وإن شاء الله خلال 10 دقايق بيكون بين إيدينا. عظيم جدا، انزل لتحت أنت اجمع لي العناصر فورا. حاضر سيدي. انتوا فهمتوا شو نوعية المهمة الملقاة على عاتقكم؟ فهمنا سيدي فهمنا. انطلق. طبعاً عم بحكي معك، ليش في حدا غيرك؟ رقيب مصعب، حط الكلبشات بإيده وشلحوا الموبايل. زين ولا؟ زين ولا؟ شباك وشباك يسكرني عاك. لا تطول بالك، شو صار بالدنيا؟ خلاص ولا؟ لا تحكي مع العناصر ولا كلمة ها؟ أنت قد هالحكي هاد؟ شو قصدك؟ اسمع حبيبي، يا أما بتفك الكلبشات من إيدي فوراً وبتتركني روح بحال سبيل ويا دار ما دخلك شر، يا اما انت شخصيا بتتحمل مسؤوليه هالشيء هاد. العمى بقلبك عم تهددني انت؟ ايه سيدي عم بهددك، لانه اذا دري بابا باللي صار راح يطربق الدنيا فوق روسكم. هيك لك؟ ومين البابا بلا زغره؟ انا ابن ابو عروه. ابو عروه؟ ايه نعم ابو عروه. بفك هالكلبشات من ايدي احسن لك. ايه لا يا سيدي ما راح افكها، والقانون ما بيعرف لا ابن ابو عروه ولا غيره. ويكون بعلمك الأيام اللي ببالك منها راحت حبيبي، هلأ القانون بيمشي على الكل، الكبير قبل الصغير، هيك قال نقيب شاهر. نقيب شاهر؟ بقسم بالله إذا ما خليته الرقيب شاهر أنا ما بكون فادي ابن أبو عروة. معلم فادي، معلم فادي خير؟ ليش مكلبشينك هيك؟ شو بعرفني؟ اسأل الشباب الطيبة ليكن قدامها.
عيب عليكم يا شباب تكلبشوه هيك، شو جنيتوا انتو؟ يلا يلا فكوا الكلبشات بسرعة يلا بلا مسخرة. وليش لحتى نفك الكلبشات بقى؟ الهما الحكي بيهز البدان. بالظاهر انتو ما عرفتوا هذا من مين ها؟ بلا سيدي عرفناه، بس الأوامر اللي معنا بتقول نشحطوا شحط على المحفر. تشحطوا؟ بسيطة، أنا رح اتصل هلأ بدورية المرافقة. ما في داعي يا بشير تتصل بحدا، اتصل بالبابا وبس. يا شباب لبين ما يتصلوا الأخ بالبابا شحطولي على سيارة لشوف عطوني مكان الرحلة. يلا امشي بالرواق أحسن لك، دخيل البابا امشي. غياس غياس تعال هون سرعة، تعال هون شوف. نقيب شاير الو احترامي سيدي، نحن نفذنا المهمة وقبضنا على الشخص المطلوب وهلأ وصلنا عند الحلاق. عظيم جدا، الله يعطيكم العافية، بس ان شاء الله ما يكون صار ممانعة او مقاومة. حلو كثير. ما عم بفهم عليك يا اخي، علي صوتك. ابن مين؟ ابن ابو عروة سيدي. ولك يا ابو هيثم شو ما بتفهم عربي انت؟ نفذ كل شيء قلت لك اياه بالحرف الواحد وان شاء الله يكون ابن كوفي عنان. اخي القانون ما بيعرف لا ابن ابو عروه ولا ابن ابو فروه. طبعا ما بدها سؤال المساله. بهيك حاله بتحلقوا له شعراته على الصفر. نفذ مثل ما قلت لك. امرك سيدي. يا رقيب مصعب. حاضر سيدي. نزله وحلق له على الصفر. حاضر سيدي. يا ابني رقيب شاهر، الشاب اللي اعتقلتوه اسمه فادي، دلل يا منيح، سمعان؟ الو الو، نعم سيدي، رئيس الدورية ابو هيثم معك سيدي. قل لي يا ابو هيثم، ضربتوا له شعراته للشاب ولا لسه؟ لا لسه سيدي. لسه؟ ايه عال، عال كثير طمنتني. اصبح وينك ابو هيثم؟ اسمع مني شو راح اقول لك. انا فكري يعني شاب باول طلعته مثل فادي، يعني والله العظيم مو حلوة نكسر شقامته ونعامله بغلاظة، مو حلوة. بقى معليش أبو هيثم، معليش ما في داعي للحلاقة على الصفر. شو هو قاتل قتيل؟ احلق له على الرقم ثلاثة بكفي. مثل موضة هالأيام. والله معك حق، بعرف يا أبو هيثم، مزبوط، نحن بدنا نطبق القانون، بس كمان شو عم أقول لحالي؟ عم قول والله العظيم الرحمة فوق العدل يا أخي. إيه لكان بقى يلا نفذ الأوامر الله يرضى عليك ودعوا لعندي بسرعة، أنا بانتظاركم. حاضر سيدي. كيف تحب قصة شعرك أستاذ فادي؟ أنت بتعرف قصة أبو فادي بفروتي؟ طبعا. طيب ولا وينك؟ قصة لي فرزاتشي. فرزاتشي فرزاتشي معلش شايرو فرزاتشي، اصله فرزاتشي، يعني بعد هيك الرحمة قبل العدل ولا شلون اخي مصعب؟ ايه ايه. قالوا نعم. احترامي سيدي، اهلا وسهلا بكم. نعم نعم يا سيدي، على الطريق. لا والله لسه ما وصلت. يا نقيب شاهر، واكون تهينوا لفادو، واكون تحطوا الكلبشات بيده، فهمان؟ حاضر. حاضر يا سيدي، مثل ما بتأمروا. الله معكم سيدي. ألو ألو، احترامي سيدي. وينك أبو هيثم؟ عم أقول لحالي يعني والله ما في داعي تضل الكلبشة بإيدين فادو. ما بعرف يا أخي، بس حاسس المسألة كأنه فيها همجية شوي، مو هيك؟ مو فيها همجية؟ خاصة انه ما رح يسترجع يهرب وانتو من حواليه. هاي من جهة، من جهة تانية يعني شاب بأول طلعته مثل هاد، ايه ما بدنا نعقده ونبهدله ونكسر له شقامته، وخاصة انه كان عم يضرب رصاص بالهواء وما حدا تصوب.
حدا تصوب شيء؟ لا 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 ابدا سيدي ما حدا تصوب. شفت شلون؟ ما حدا تصوب. بقى معلش ابو هيثم فكوا له الكلبشه. اي فكوها فكوها يا اخي لا تعقدوها. فكوها بنوبكم ثواب. ايه ايه ابو هيثم الله يرضى عليك. ايه ايه معك. نفذ يا اخي الاوامر. الله معك. مع السلامه. رقيب مصعب في كل الكلبشات. ممكن الموبايل؟ اعطيه الموبايل. واقف واقف. تفضل استاذ تفضل. احترامي سيدي. لا والله يا سيدي لسه ما وصلوا. حاضر حاضر سيدي مثل ما بتأمروا. الله معك يا سيدي. الو مرحبا ابو هيثم. اسمع اسمع هلا اسمع اسمع شو راح اقول لك. برضاي عليك شغلوا له المسجله لفادي. ايه بيكون مل من الطريق اخطي يعني اعصابه بتكون تلفت. وينك ابو هيثم؟ الله يرضى عليك حطوا له الشريط اللي بده اياها. ايه ايه على ذوقه شو عليه؟ لا لانه شو عم اقول لحالي؟ عم اقول لحالي يا ولد والله الواحد بمل اذا كان الطريق طويل. ايه ايه لانه لك هلا نفذ الاوامر بسرعه، شو بدك بالقصه؟ على عيني. ايه يا اخ فادي شو بتحب تسمع؟ شو معكم اشرطه؟ في عنا ابو علي البلوداني صبري مدلل. لك شو الاشرطه اللي معدتي هاي؟ اذا بتحب بننزل نشري لك شريط جديد. لا لا معلش انا ما بحب اسمع ميوزك الا بسيارتي. ايه على عيني ولو. صف على اليمين ابو محيو. الو ابو هيثم لك اخي وين صرتوا؟ غليتوا لي قلبي يا اخي ليش قطعتوني؟ لا بس طولتوا كثير. نعم؟ منيح منيح كثير. وينك؟ بدي منك الله يرضى عليك تسال لي فادو اذا كان جوعان. ما بعرف بس اذا جوعان اشتروا له سندويشة همبرجر او شيش طاووق مع علبه كولا. ايه 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 معلش ولك انا بحاسبك فيهم. طيب وينك؟ اشتروا له علبة تنك ها؟ يعني من الغالية. ايه لأنه الأناني عم يجي غازه ضعيف. لك ايه لكن يا أبو هيثم ونحن كمان قلبنا من الله. يعني شو عم أقول لحالي؟ شاب بأول طلعته مو حلو نجوعه. يا أخي بجوز ماله معود على الشغلة بيت أهله. يعني صحيح نحن عم نطبق القانون بس مو معقول كمان نموته من جوعه مشان نطبق القانون. ايه لك ايه الله يرضى عليك انت نفذ الاوامر هلا. الله يحن عليك. اهلين وسهلين ومرحبتين بهالقامة وبهالعين. اهلا وسهلا بالاستاذ فادي يلي بعتبره اعز من اولادي. زارتنا البركه يا حبيبي. خطوه عزيزه يا روحي. انت النقيب شاهر؟ نعم يا سيدي انا النقيب شاهر. تفضلوا سيدي تفضلوا. يا
وسهلا استاذ فادي. يا ميت مرحبا. تفضل تفضل سيدي، تفضل تفضل تفضل. لا والله ما بيصير. تفضل يا سيدي. يا اهلين وسهلين مرحبتين. ميت مرحبا. عفوا. ان شاء الله شباب يعني عرفوا يقوموا بالواجب خلال الطريق. ماشي الحال. هو في شويه ملاحظات بس مو مهمه. لا هو لو ما بيصير احكي لي، انا رح اتصرف يعني. بس مثل شو يعني؟ الكولا كانت سخنه شوي. كانت سخنه الكولا؟ بالله العظيم عليك، الله يصلحك يا ابو هيثم. معلش اسرعه بدأنا برا. شرف سيدي، القهوه بانتظارك. شرف يا اهلا وسهلا ومرحبا. لا لا معلش ما بحب القهوه، بحس حالي كاني عم بشرب طين. طين؟ الحق بايدك، الحق بايدك. بدك مني شيء قبل ما امشي؟ لا حبيبي لا ابدا ما بدي شيء. تسلم لقلبي الهي، ما بدنا الا سلامتك. بس امانها اماني، تسلمنا على السيد الوالد، تسلم عليه كثير وتقول له النقيب شاهر بيسلم عليك. طيب اوكي خلص. استاذ فادي معلش لحظه صغيره لو سمحت. نعم شو بتريد؟ يعني مثل ما بتعرفوا الترفيعات الجديده على البواب وانا رتبتي مكسره، يعني بصراحه لازم اكون عقيد هلا، كل رفقاتي صاروا عقداء الا انا. ف يعني يا ريت تحكي لنا هيك مع سيد الوالد، يعني بركي بينظر بامري. خلص ولا يهمك، طمن. يلا باي باي. خي هلا امنت مستقبلي. احترامي سيدي. اهلين ابو هيثم، خير؟ سيدي وصلتنا اخباريه من قريه تل جحيش انه في واحد عم يقوس على العصافير ومو معه رخصه صيد. شو الحكي؟ يخرب بيته على هالعمله؟ ولك هالعمله بتنعمل؟ سيدي هيك بلغونا. اصبح وينك ابو هيثم؟ استنفر لي العناصر جميعا وخذهم بكامل سلاحهم على ضيعه تل جحيش، واعتقلوا لي شب وصادروا لي منه باروده الصيد وكلبسوه واشحطوا لي اياه لهون. امرك سيدي. تعال والله هذا اللي كان ناقص، الصيادين تعوس على العصافير.